فهي انا مبسوط وسعيد جدا، لان ده طبعا انا يعني شغلي كله في الناشئين وقطاعات الناشئين وفي نادي الزمالك لما توليت اللجنه الفنيه وتوليت لجنه اكتشاف المواهب، فده شغلي وببقى فرحان قوي. لما زي ما انا شفت حسام اشرف لما طلع برضو من الحمد لله احد اكتشافاتي، حسين فيصل، اللعيبه دي كلها الحمد لله لما طلعت كنت ببقى مبسوط جدا وببقى فرحان. لما يجي حسين فيصل في التلفزيون يقول لك ده اللي اكتشفه سعيد لطفي او حسام اشرف، ببقى مبسوط. فانا كمان مبسوط باللعيبه اللي موجوده، لان برضو اللعيبه دي برضو من ولادنا في النادي، كان انا ما تواجدتش معاهم يعني الفتره الاخيره، ولكن هم لعيبه موجودين من النادي، اذا كان حسن ابو المعاطي او احمد مجدي او ايشو او هو حازم اسامه، كل الولاد دول طبعا كلهم ولادنا، ومحمد السيد، كل دول يعني، وانا مبسوط ان انا شايفهم في الفريق الاول، ولكن احنا بس هي كيفيه الدفع، التوقيت، ان انا ادفع، ان انا ادفع يعني. انا لما طلعت لعبت مع الفريق الاول قلت ان كانت فرصه ان انا لعبت بعد مثلا الزمالك في مباراه خسرها او خسر بطوله. لما جيت العب بعد كده الموسم الثاني لما كان مثلا فريق الاحلام، كان كابتن اشرف قاسم، كابتن احمد رمزي، كابتن اسماعيل يوسف، كان كابتن احمد الكاس، طبعا الجيل اللي هو من اقوى الاجيال اللي جت في نادي الزمالك، ولكن كان يمكن ما حصلش بطوله الدوري، ولكن كان من يعني يقول لك فريق الاحلام، طب كان ازاي فريق قوي الزمالك جدا. يستفيد من الثمان مباريات المتبقيين في الدوري؟ نفس اللي نشتغل على زي ما احنا شغالين، ولكن يبقى في في اللي هو اللي بيقول اللي هو عمليه التوازن في التشكيل يعني. عمليه، طب ازاي انا متبقي 8 مباريات، جميل، حلو، ازاي احافظ على التوازن ده؟ انا عندي اصابات وفي نفس الوقت انا بستعد للسوبر الافريقي. ما فيش مشكله، ما الناس كلها هتلعب وهتشارك، وانا بقول مثلا ان انا هلاعب الناشئين ومش هلاعب الناس الثانيه، لا انا ما انا يعني ناصر ماهر نزل، عبد الله السعيد نزل، مصطفى شلبي، لا انا بقى لازم يبقى في عندي مثلا خط لعيب زي عبد الله السعيد ده لازم يبقى موجود من بدايه المباراه. لعيب زي عبد الله السعيد موجود من بدايه المباراه، سيف الدين الجزيري موجود وجاهز يبقى موجود، العب جنبه عمار ياسر، لكن ناصر منسي بعيد عن المباريات وراح العب معاه عمار ياسر، الاثنين بعاد، فكده الولد اللي بيتظلم قوي مين؟ الولد الناشئ اللي طالع. لما اجي العب انا لما اجي العب اكتر من لاعب في وسط الملعب مثلا حازم اسامه ما ظهرش بالشكل اللي هو المطلوب، لكن هو لعيب كويس، لما يبقى جابه عز عبد الله السعيد يبتدي الولد يحس بالامان، يبتدي يشتغل معاه. هو ده الكلام، نفس الكلام في خط الظهر، حمزه المسلوسي ما شاء الله يعني عامل موسم هايل، لعيب قائد كمان في الحته اللي ورا، ابتدي احمد مجدي عاجبني جدا على فكره، من المساكين الكويسين جدا له مستقبل ان شاء الله في نادي الزمالك. عندنا كمان في حراسه مرمى عندنا اثنين حراس مرمى 2008، عندنا عمر وعندنا محمد ايهاب. محمد ايهاب ده مع برضه كابتن سعيد هو احسن واحد هيكلمكم عن الناشئين. لا الحمد لله ربنا يخليك، طبعا هم اولادي وانا يعني عايش متعايش معاهم فتره طويله جدا ومبسوط يعني. محمد ايهاب ده لما بشوفه 2008، محمد ايهاب ده ابن كابتن ايهاب غنيم، كان لاعب في غزل المحله، ومحمد ايهاب انا اللي جبته من حوالي اربع من خمس سنين، يمكن حتى لما جبته للمدرب ما كانش عايز ياخده في الاول، حارس مرمى كان لسه صغير، قلت له لا اشوفه كويس الولد كويس، لغايه ما شافه قال لي فعلا الولد كويس وضمه. لما بشوف مع الفريق الاول ببقى مبسوط جدا، زي حسام اشرف، زي حسين فيصل، زي لعيبك، زي ما كان مثلا باسم مرسي لما جه برده الزمالك، فالواحد بيبقى مبسوط جدا. فعندنا ما شاء الله عندنا في قطاع الناشئين عندنا غير اللعيبه دي كمان عندنا لعيبه كويسه جدا، وجيل 2003 برضو اللي مشي ده كان في لعيبه ممكن تبقى موجوده وكان يبقى لها دور، ولكن طبعا القيد 2003 و2004 عملت مشكله كبيره جدا لكل الانديه بما فيهم طبعا نادي الزمالك.